على أثر الأزمات البالغة التي يعانيها الاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة، يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حل لأحد أهم مسبباتها: القيمة الاقتصادية والإنتاجية لمستوطنات غلاف غزة بالنسبة لإسرائيل هي المقصد والمراد غير المصرح به في حديث نتنياهو عن استعادة الأمان المفقود والسعي لإعادة السكان إليها، أملا منه في رأب جزء من مشكلاته وإخفاقاته الاقتصادية. فمستوطنات غلاف غزة 50 يقطنها نحو 55,000 مستوطن على مساحة تقدر بضعف قطاع غزة، ويعتبرها المسؤولون سلة إسرائيل الغذائية، حيث تنتج 75% من الخضروات التي يتم استخدامها داخل إسرائيل، بالإضافة إلى 20% من الفاكهة. مستوطنات غلاف غزة التي تضم أيضاً مزارع ماشية ودواجن تأثرت بشدة بتداعيات العدوان على قطاع غزة، وظهر ذلك في نقص الإمدادات الغذائية الأساسية ولجوء مسؤولي إسرائيل إلى الاستيراد من الخارج في محاولة لمعالجة الفجوة التي يتعرض لها السوق الإسرائيلي. ومع عملية طوفان الأقصى وقصف الفصائل الفلسطينية لمستوطنات الغلاف بالرشقات الصاروخية، تقلصت بشدة القيمة الاقتصادية لمستوطنات الغلاف، لا سيما في ضوء مغادرة الآلاف من العمالة التايلاندية، ما أدى إلى نقص العمالة وتلف المحاصيل وارتفاع أسعارها بسبب نقص الجني والنقل، في خطوات قد تزداد سوءا مع إصرار المستوطنين على الحصول على تعويضات كبيرة مقابل الخسائر التي ستلاحقهم مع دماء الأبرياء.